فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل من جنسية معينة، وفي الزواج عندهم المرأة هي التي تدفع للرجل المهر، وهذا في أعرافهم. سؤاله: هل يجوز مساعدة هذا الرجل من أجل تزويج بناته ليدفع المهر عنهن؟ إذا كان ما يتزوج إلا أنه يدفع له، يساعد على ذلك. نعم. ولا تجلس بناته بدون أزواج. نعم.